نسبة زواج القاصرات في تزايد في الأردن، ووصلت عام 2015 إلى 18%. هذا يعني أننا تخطينا حدود الاستثناء في تطبيق تعليمات منح الإذن بالزواج للقُصر، وأصبحت قاعدة عامة. لا تجعلوا الفقر واللجوء مبرراً لتزويج القاصرات. مصيرها بين إيديكم، طفولتها مش عبء عليكم. الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي للصغير على الزواج، مع تحيات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشبكة مناهضة العنف ضد المرأة شمعة.